ضمن جهود وزارة الداخلية في الحد من انتشار فيروس كورونا، قامت شرطة خدمة المجتمع بالعديد من حملات التوعية وفق خطط محكمة، بالإضافة لحملات إنفاذ القانون بحق المخالفين لقرار الوزاري بضرورة ارتداء الكمامات. التقرير التالي يستعرض جهود إحدى الحملات التوعوية لشرطة خدمة المجتمع بمحافظة العاصمة. في إطار جهود وزارة الداخلية لتعزيز الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، تواصل شرطة خدمة المجتمع مهامها وفق خطة محكمة لتوعية الأفراد بعدة لغات، انطلاقا من الأمانة التي تحملها على عاتقها تجاه الجاليات الأجنبية. كتنا آدمي هي لازم ماسكركو، راسة خالي هي خالينا هي لازم ماسكركو. ديكو بكتنا آدمي درد هي صار درد هي لازم كول كرو ترابل فور كاستمارة ايقا لازم بوينت ركو يدر لازم يك متر مسافة. وإلى جانب التوعية، تعمل شرطة خدمة المجتمع على إنفاذ القانون حيال أي تجمع يزيد على 5 أشخاص ومخالفي القرار الوزاري بضرورة ارتداء الكمامة وقرار غلق المحلات وقيامها بالواجب على أكمل وجه في أداء رسالتها النبيلة على مدار الساعة. احنا في بولية شرطة محافظة العاصمة ما زلنا مستمرين في الحملات التوعوية ومنع التجمعات في الأماكن العامة ورصد المخالفين الذين لا يرتدون الكمامات في الأماكن العامة. وحاليا في شهر رمضان نركز على الوقت اللي يسبق الفطور، لأن هذا الوقت أغلب الناس من المواطنين والمقيمين يقومون بشراء احتياجاتهم الضرورية، فنركز عليهم في الأماكن العامة والتجارية لمنع مخالفات فيها. وننصح الناس بعدم الخروج إلا للضرورة مع لبس الكمام وأخذ احتياطات الأمان. ويبقى ذلك السكون الذي يغشى المنامة بعد وقت الإفطار، مصحوبا بتواجد شرطة خدمة المجتمع للنهوض بدورهم لحفظ الأمن والاستقرار.